السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، جزاك الله عنا بالخير. واياكم عليك ان شاء الله بركه. تفضل. اللهم انك سبيل الجنه. واياك والسامعين والسامعين. اتركهم مع ذمه المحجين. اياك. النبي صلى الله عليه وسلم. ولك بمثل. ما الحكم في ان انا لو على جنابه ورأت عذار القلب؟ في سؤال بس كده قبل ما تنتهي. سؤال اسمح لي. تفضل يا شيخ. هل وجدت حديثا في ان النبي يسقي اقواما بيده الماء؟ أو أنهم يشربون من حوضه؟ لا، المقصود أن الدعاء بالنية يعني. أنا أسأل يعني أصلاً، بسأل سؤال يعني، هل لولا أن أقول سقاك الله من حوض نبيه، لكن هل وجدت أنت أن النبي يسقي أقواماً بيده يوم القيامة؟ لا يا شيخ. الله يوفقك، تفضل اليوم صلى الله عليه. جزاك الله خير. وإياكم، تفضل. طبعا كشيخنا بنتعلم منك. الله يغفر لنا ولك يا رب وزدنا ولك. ربنا يجزيك عنا خير. واياكم تفضل. واسال الله ان نحشرك معنا يا رب في الجنه. اللهم امين. في الفردوس والسامعين والسامعات يا رب. تفضل. هل يجوز قراءه القران وانا على جنابه عن ظهر قلب؟ يجوز ان تقرا القران على جنابه وانت على ظهر قلب، لكن الافضل تبادر بالغسل. والمستند ان حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. حتى لو كنت متعب يا شيخنا؟ متعب، قلت لك الجواز جائز، لكن الافضل ان تتوضا او تغتسل. نعم، وفي حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام اقبل من نحو بئر جمل فلقيه ابو الجهيم او ابو الجهم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم ذهب وتيمم ورد السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. لكن كتأصيل قالت عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. وإياكم. ولم نر في شيء من رواية الحديث ما يشير إلى أن الشرب يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم.